قبل البدء، إذا أعجبكم الفيديو فلا تبخلوا علينا بإعجاب واشتراك في قناة فسحة تفكير، وشاركوا هذا الفيديو لتعم الفائدة. معدل الفائدة. معدل الفائدة كما هو متعارف عليه في الأدبيات الاقتصادية هو دخل يدفعه المقترض للمال إلى المنظمة التي تقرضه المال. ومعلوم أن الأشخاص سواء كانوا طبيعيين أو معنويين لهم الحق في اقتراض الأموال من المؤسسات المالية. هذه المؤسسات مثل الأبناك ومؤسسات الائتمان، كلما زادت مخاطر عدم السداد لها كلما ارتفع سعر الفائدة. لنعرف أولا سعر الفائدة حتى يتضح الأمر بشكل مختصر. معدل الفائدة هو رقم يتم التعبير عنه بنسب مئوية. هذه النسب يدفعها شخص أو دولة أو شركة اقترضت أموالا من إحدى المؤسسات المالية. بمعنى آخر، هو مكافأة أو ربح تجنيه هذه المؤسسات نظير المخاطر التي يسببها المقرض. ولموازنة هذا الخطر تم وضع أسعار الفائدة، وهي نوعان: سعر الفائدة الإسمي، ويكون تحديده عند إنشاء الاقتراض، وتعلنه البنوك المركزية في أي بلد، ويكون بشكل سنوي. وسعر الفائدة الحقيقي، وينبني على أقساط المخاطر ومعدل التضخم. لنعود إلى موضوعنا الأساسي، لماذا ترفع البنوك المركزية سعر الفائدة؟ وما هو تأثيره على المواطن العادي في كل بلد؟ دعونا نتحدث الآن عن أن في كل أزمة اقتصادية تلجأ البنوك المركزية إلى مجموعة من الإجراءات من أجل الحد من تداعيات التضخم وانخفاض نسب النمو وانتشار البطالة. وإذا ما أخذنا ما يعيشه العالم اليوم بعين الاعتبار، فإن هناك مجموعة من البنوك المركزية في العالم بأسره عمدت إلى رفع أسعار الفائدة لكبح جماح هذا التضخم غير المسبوق. ولنأخذ أمثلة على ذلك. فالبنك المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق 3.325%. واقتفت البنوك المركزية الخليجية أثر البنك المركزي الأمريكي في رفع سعر الفائدة، فبنفس النسبة رفعت السعودية والبحرين أسعار الفائدة، وكذلك فعلت بعض الدول بنسب مختلفة بما يتناسب مع اقتصاداتها. وكذلك فعل المغرب ليرفع هو الآخر نسبة الفائدة لتصل إلى 2%. السؤال الذي يطرحه أي مواطن ويرغب في إيجاد جواب عنه هو: هل هناك علاقة بين رفع أسعار الفائدة والتضخم؟ الجواب هو نعم، لأن غالبية البنوك المركزية تستعمل هذه الآلية لكبح جماح التضخم، وقد تكون مجدية فتؤدي دورها، وقد لا تكون كذلك. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن هناك قاعدة تقول بأن رفع سعر الفائدة هو آلية نقدية تزيد على المواطنين عبء تحمل القروض الجديدة أو تلك التي اقترضوها من قبل. هذا الأمر يدفعهم بشكل تلقائي إلى التفكير بشكل أكبر قبل أن يقدموا على أي عملية اقتراض محتملة. وربما يدفعهم هذا الأمر إما إلى التخلي النهائي عن القرض، أو على الأقل تأجيله إلى حين انخفاض سعر الفائدة. عملية التأجيل هذه لها تداعيات كثيرة نجملها فيما يلي: أولا، التراجع بشكل كبير عن عملية الاستهلاك. ثانيا، إبطاء عملية التوظيف. يعني أن هذا الإجراء في المحصلة سيقلل من شيئين اثنين: أولا، السيولة النقدية، وثانيا، الاستهلاك. كما أن رفع سعر الفائدة له فائدة أخرى، وهي أنه يمتص السيولة من الأسواق وينقلها إلى البنوك التجارية على شكل ودائع،
بغية الحصول على فوائد مرتفعة. وبالرغم من أن هذا الإجراء قد يحقق في بعض الأحيان مجموعة من الفوائد، إلا أن له أيضا تأثيرا مهما على الاقتصاد بشكل كبير. ومن تأثيراته نجد: أولا، العزوف عن الاقتراض. ثانيا، الإقبال على إيداع الأموال. ثالثا، بطء النمو الاقتصادي. رابعا، العزوف عن الاستثمار. خامسا، تأثر القطاعات الإنتاجية. سادسا، تأثر الأسواق المالية وأسواق الأسهم. ويبقى السؤال المحوري هنا: هل يتضرر المواطن العادي من مثل هذه الإجراءات؟ بكل تأكيد نعم، فرفع سعر الفائدة يؤدي إلى أولا زيادة العبء على الاقتراض وارتفاع تكاليفه، ثانيا زيادة العبء على قروض الاستثمار والقروض الاستهلاكية، ثالثا زيادة العبء على القروض العقارية. شكرا لكم على الاستماع والتفاعل، وإلى الملتقى.